وفي هذا وقفة، في هذا الأمر وقفة. منذ أيام حضرت جنازة رجل أعرفه، رجل كبير في السن، كنا نزوره وكان يزورنا، رجل كريم هادئ الطباع، يكاد تسمع الكلام، يعني يكاد يتكلم من هدوئه وصمته وسمته. فهذا الرجل توفاه الله سبحانه وتعالى، وذهبت لحضور مراسم الدفن، الصلاة عليه والدفن، وكنت أنتظر من بعض أهله أن يقوم أحدهم فيصلي عليه لأن بهم الصالحين. فأثناء انتظارنا ذلك كنت أخبر من بجنبي، قلت له: هذا الرجل كريم، أتذكر كرمه، كلما كنا نزوره كنا لا نخرج إلا وقد أعطانا شيء من يعني من بضاعة تجارته، فكان هو يتاجر ببعض المأكل المواد الغذائية يأتي بها من شرق إفريقيا فيبيعها، فكان كثيرا ما يعني يعطينا شيء، سواء كان ذلك عسل أو شيء من الفاصوليا أو غير ذلك. فقال لي: حدث خلاف بين هذا الرجل الذي الآن أمامنا، جثمانه أمامنا، وبين أخيه على قطعة أرض كانت لا تزيد عن المترين، عرضها لا يزيد عن المترين، وخصام شديد حدث. فيقول: أنا تدخلت، ولكن تدخلت كيف؟ جئت بالقرآن الكريم المترجم إلى اللغة السواحلية، فقرأت لهذا الرجل آية: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء. فيقول: قلت لهذا الرجل: أنت رجل طيب وأنت رجل كريم، هل تريد أن تبيع هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض بقطعة أرض، تخسر هذه الجنة بقطعة أرض لا يزيد عرضها المترين؟ فسبحان الله، ما كان من هذا الرجل إلا أن قام وبحث عن أخيه واحتضنه وبكى وقال له: خذ الأرض لا أريد شيء. سبحان الله، هناك نفوس مستعدة لأن تتقبل النصحة